الزهراء فرحتنا رسمناها بعقيدتنا فرحتنا ولائية فرحتنا ولائية قدام يا علي يا ناشدوني وقالوا بجملة حقود انت قايل هالعبارة بمفخر. اسمعني بارك الله. ناشدوني وقالوا بجملة حقود انت قايل هالعبارة بمفخرة حيدر افضل من جميع الانبياء ما عدا الهادي النبي خير الورى. ناشدوني وقالوا بجملة حقوق انت قايل العبارة بمفخرة حيدر أفضل من جميع الأنبياء ما عدا الهادي النبي خير الورى. قلت قايلها وأكررها وأعيد وقبلي قايلها الإلهي وقرأ لو قالوا بعين الغضب فسر المقال إذا عندك من دليل يا ترى لو علي أفضل من عيسى الله ليش رفع عيسى للسماء وقدره وخلى حيدر علي بطيات التراب السما شلون ويا التراب نفسر. قلت له يا سائلي اسمع هالجواب راح ارد عليك عندي المقدرة يمك الميزان وتمعن وشوف الله للحق والعدالة مصيرة الله خلى بكفته عيسى النبي وكفته الثانية احتضنت حيدرة ارتفعت الأولى الحمل بيها خفيف ونزلت الثانية بعلي حيدر للثرى. يا علي يا 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 علي يشهد عالم الأرحام والذر أنا حبه ولو أنحب أعضاي والذار والذامير علي لما صف التراب والذاير بلحد يحضرني يا حامي يا حامي الحمي صلوات ان شاء الله ان شاء الله. هم شفت واحد شكل مولى علي بمحضر خدمة الحسين ما أدري يعني ماكو نصاً إلا إذا كان يعني قاتل شجعان هم بل يشتكون لكن كشخص يشتكي من عادل أمير وحاشا. هم شفت واحد شكل مولى علي لا لا بس الإبرة من علي المولى اشتكت الإبرة بس الإبرة من علي المولى اشتكت تدري أعياها التعب يا مسلمين بكثر ما خيطت قميص ورقعت يا علي علي بجفوف ديمان القبص ما علي بجفوف ديمان القبص مات مسحن كلهن بروس اليتامى
نعم ويا النبي ما وقف بالغار، لا وقف برا واخذ دور الحمامة. ايه على عمه وابوه طالع يقولون، يقولون بس حيدر علي طلعوا عمامة. صلوات علي بجفوف دي ما تلقى بصمات، مسحن كلهن بروس اليتامى. نعم ويا النبي ما وقف بالغار، وقف برا واخذ دور الحمامة. على عمه وابوه طالع يقولون بس حيدر علي، اي بس حيدر علي طلعوا عمامه. ولما دخل عليها المحراب تقول الايه وجد عندها، قالها والعباس شم ريحه امام، هالرزق انا لك ومن يا ولي. قالت هو اليوم من رب السلام لشن الجابة إلي حيدر علي. صلوات علي العابد يا عم. ولائية ولائية فرحتنا، ولائية لابو الزهراء فرحتنا، رسمناها بعقيدتنا فرحتنا ولائية، فرحتنا ولائية.